السلام عليكم الاخوان، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. المهم هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم مبني على واحد السؤال جاني من واحد الدري كنعرفو خدا واحد. المهم اليوم غنهضروا على الهرمونات، ما كيعجبنيش نهضر على الهرمونات. المهم انا ما كنصحش بالهرمونات، ولكن بنادم الا غياخذ الهرمونات بعدا غياخذهم بالطريقه الصحيحه باش ما يكونش فيه المخاطر بزاف، واخا الا كاين شي حاجه غيبرى منها، يعني ما يتحش في شي خطر اللي غيودي به الموت ولا شي حاجه. دابا المشكل حنا اللي عندنا في المغرب هو ان ماشي كنهضر على المغرب وصافي، المغرب الجزائر وتونس الثلاثه هادو ما عندناش الناس اللي كيشرحوا كيفاش غتستعمل الهرمونات. هو كتشوف فيه سواء اليوتيوبر ولا بطل اللي كيطلع يشارك، كتشوف فيه بان راه كيستعمل الهرمونات، كياخذ الهرمونات وعندي عنده درايه بالهرمونات، ولكن علاش ما كيشرحش الخطو باش يعرفوا باش ما يطيحوش في الخطا؟ علاش ما كيشرحوش؟ علاش المصريين العراقيين الخارجيين كاملين كيشرحوا كيهضروا على هذا الشيء كيفاش كتستعمل؟ خلينا من النصارى راه كيهضروا في هذا الشيء. هذا الشيء راه ممنوع، الهرمونات ممنوعين، ولكن راه الناس كياخذوهم، راه كاين من تحت لتحت. دابا بنادم يجي في المعقول، علاش ما كتشرحوش؟ الا شفتو انا عييت ما نقلب على شي واحد مغربي ولا شعب، يعني اول واحد اللي غيشرح هو اليوم انا هو اللي غنشرح كيفاش غتاخذ الهرمون. يعني انا الدرايه ديالي القرايه ديالي اللي قريت كيفاش غتاخذ الهرمون، لان باش تاخذ الهرمون هاد الدري شنو خدا بعدا قبل ما نوصلوا لهاد دا خدا ديانابول. ديانابول هو اخطر هرمون و يعني اقوى هرمون بعدا بنائيا، يعني كيبني العضله في سيمانه غتبان عليك، ولكن اختار هرمون ما خصكش تستعملو اكثر من 3 سيمانات 4 سيمانات ماكسيمو، وخصك يكون عندك درايه ماشي تستعملو هيدا وصافي. هو خداه بدون اي مكمل معاه، يعني بدون اي منشط معاه، لان هرمون ديانابول ولا ديكا ولا هاد الهرمونات كاملين مشتقين من التستوستيرون. هادو شنو كيديروا؟ فاش كتدخلو الجسم ديالك كيمشي للغده النخاميه. الغده النخاميه شنو هي؟ هي المسؤوله عن افراز هرمون التستوستيرون، كيوقف ديك الهرمون نهائيا. الجسم ديالك فوقاش كيوقف فيه الهرمون، يعني ما كتكون عندك الرغبه الجنسيه، ما كيكون عندك الكانه تاكل، ما كيكون عندك يعني كيمشي لك، يعني كتكون عندك الضعف العضلي كلشي. اذا ضروري تاخذ معها تستوستيرون خارجي، يعني تعاون بالتستوستيرون الخارجي. يعني الكورس خصو يكون فيه تستوستيرون هو الاول، هو التشري الاول. خص يكون عندك خطه تستوستيرون هو الاول، ومن بعد تاخذ معاه شي حاجه اللي بناءه اللي كتبني ما نعرف. المهم راه كاين بزاف ديال الانواع، اللي بغى شي نوع ولا شي حاجه المهم يخلي لي كومونتير. النصيحه في سبيل الله نعطيلو شي حاجه، ماشي نعطيلو باش يستعمل، نصحو باش يستعمل الهرمون، لا، الا غيستعمل بعدا نوريه شنو غيستعمل، ما يتحش في الخطا. وكاين شي حاجه كتشربها، يعني جوج ديال لي باري وحده كتستعملها، يعني خصك تكون عندك واحد الخطه تبدا من الاول، يكون عندك كلشي موجود، عندك الحاجه يعني الهرمونات اللي غيكفيو لك 8 10 حتى 12 ديال السيمانه، ما كاينش قل من 8 السيمانه، ما يبان عليك حتى حاجه. وانت اللي غتختار واش هرمون سريع اللي كيتضرب كل 48 ساعه، ولا الهرمون اللي عنده المده ديالو طويله اللي كيتضرب كل سيمانه ولا كل 3 ايام ولا على حسب النظريه اللي بغيتي انت. هذا الشيء ماشي انا ما عنديش الاختصاص في الطب باش تختار لك انا الهرمون، يعني اللي بغيتي انت هذاك شوف الكوتش ديالك، ولا شوف الناس اللي كيعرفوا في هذا الشيء اللي كتعرف، ولا شوف في يوتيوب. ما ولكن في يوتيوب اش غنقول لك،
ما غاديش يعطيك شنو تستعمل. المهم انت شوف الجسم ديالك انت اللي غتعرف كيفاش شنو تستعمل. المهم هذه الخطة هذه يكون عندك هذا الشيء كامل، ثلاثة ديال يعني ثلاثة ديال الحاجات، تستوستيرون نقولوا بولبينون وديانابول. ديانابول بعد هاد هرمون الوحش ما خصكش تستعملو كتر من 4 سيمانات، وما تستعملش بزاف، والوقت ديالو خصك تستعملو كل 8 حتى 10 سوايع، 8 سوايع 10 سوايع خصك تشربو وتدخلو. لان الا دخل شربتي اليوم خليتي حتى الغدا نسيتي حتى الغدا، كتلعب في الهرمونات ديالك الداخليه، ويعني يخرجوا لك الحبوب، يمشي لك الشعر، يمشي بزاف ديال الحوايج. يعني داك الشيء خصو عنده النظام، الوقت اللي كتاخذ فيه الهرمون تاخذ فيه الهرمون. ما تنساش دير ساعه ولا دير التليفون، الساعه غتصوني لك فوقاش غتشرب، والساعه غتصوني لك فوقاش غتضربو، وبعد الهرمونات فوقاش غتوصل النتيجة ديالك. وخصك تعرف واحد الحاجة، راه الهرمون بوحدو ما غاديش يعطيك، ضروري خصك نظام غذائي، خصك لونطريمون مزيان، خصك نعاس مزيان. وفوقاش غتاخد الهرمون غتحس مزيان والصحة ديالك بخير وداكشي، ولكن بعد الهرمون بعد الكورس ديال الهرمون شنو كيوقع؟ ضروري خصك بي سي تي. بي سي تي شنو هي؟ هي التنظيف. التنظيف كتكون فوقاش كتسالي الهرمون، يعني الا كان هرمون المدى الطويل خصك تستنى 2 سيمانات عاد تبدا بي سي تي. بي سي تي عندها المسائل ديالها، عندها شنو غتاخد معاها، خصك تقلب في يوتيوب شنو بي سي تي. كاين كلوميد، كاين نورفاديكس، الفاديكس، المهم هاد الحوايج اللي كتباع غير في الفارماسيه ولا عطيها لك الدكتور ديالك، كدير بها بي سي تي. بي سي تي ضروري، لان بعد كورس الهرمون كتوقف الهرمون، كيكون الجسم ديالك هابط، باش يرجع الهرمون ديالك الطبيعي خصك ضروري تدخل كلوميد، دخل شي حوايج تعاون باش يرجع الهرمون ديالك الطبيعي. لان بعد الكورس الا ما درتيش هاد بي سي تي هذا، كيطلع لك هرمون الكورتيزون اللي كيهدم العضله، كيطلع لك النيتروجين اللي كيعمر الماء في العضله، وكيخرجك التثدي. ضروري ما دير بي سي تي. اللي بغى يعرف بي سي تي يدخل اليوتيوب ويكتب بي سي تي، كاين بزاف ديال الناس اللي مختصين في هذا الموضوع هذا كيهضروا على بي سي تي. هذا ما كان الدراري، اللي عنده شي سؤال يخليه لي في كومونتير. والناس اللي بغاو يستعملوا ديانابول، يعني الهرمون الوحش كما كيقولوا كما يسميوه بزاف ديال الناس، ضروري خصو يكون عندهم هذا، لانه هو الفا 17 كيخترق الكبده. ضروري ما يكون عندك واحد مكمل اللي كيحافظ لك على الكبده ديالك، هو ما كيتصفاش في الكبده، كيدوز ديريك للدم، عليها كيخترق الكبده. مادام كيخترق الكبده يعني غيضر لك في الكبده، غيدير لك ضرر كبير في الكبده. وهذا الهرمون هذا ما خصكش تطولو، يعني خصك تستعملو واحد المده، اما 2 سيمانات 3 4 سيمانات ماكسيمو توقفو. وضروري تستعمل معاه بحال قلت لكم تستوستيرون وشي هرمون اخر بناء، لان هو المفعول ديالو دغيا كيسالي. اون فوا توقفو داكشي اللي طلعتي ديك الفورمه غتهبط لك، ولكن الا استعملتي مع هذا الشيء هذا ما غاديش تهبط لك الفورمه ديالك، غتبقى مزيان، غتهبط غير شويه يعني، لانه هذا لان ديانابول هذا كيعطيك واحد الحجم عضلي كبير، هو هذا مختص خاص ديال لاماس. هذا الهرمون هذا خاص ديال لاماس. الخوت كما قلت لكم اللي عنده شي سؤال مرحبا به. واحد النقطة نسيت ما قلتها لكم، واحد المكمل آخر اللي كيحافظ لك على الكلاوي، ويحافظ لك على الكبدة تاهو والقلب، وأوميغا 3 ضروري تاهو، لأن هذاك الهرمونات شنو كيديرو؟ كيطلعو هرمون هاد، كيطلعو التستوستيرون الدار، وكيهبطو التستوستيرون الصحي. يعني كيطلعو تستوستيرون اش دي ال، وكيهبطو ال دي ال. اذا ضروري هادي تعاونك، لانه ميغا 3 تستوستيرون صحي. المهم كنتمنى يكون يعني وصلت لكم واحد الفكره، ولكن اللي عنده شي سؤال مرحبا به، انا نجاوب عليه. يعني الا ما فهمش مزيان ولا خصو يفهم شي حاجه اخرى، انا عندي درايه بهذا الشيء، وكان يعني كنفهم ديجا، قريت على هذا الشيء باش نفع الناس، باش ما يتحش في الخطا. خوتي ما تنساونيش تشجعوني باللايك
اللي ما ابوناش يابوني معنا ويشجع ويفعل الجرس. تلاقوا في موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم.